واحد بيقول لكي ندخل الملكوت هل الطريق الروحي هو طريق أنبا موسى بالبشاشة ولا طريق أنبا أرسنيوس بالبكا وقرع الصدر، وهل يوجد طريق بينهم، وكيف يمكنني أن أعرف طريقي؟ أنا رأيي يا ابني أنك أنت تمشي حسب طبيعتك، حسب طبيعتك. كل واحد يحاول يتصنع طبيعة من طبائع القديسين لا توافقه يفشل في حياته. إن كنت إنسان اجتماعي وبشوش خليك إنسان اجتماعي وبشوش، وبالبشاشة دي هتوصل لربنا. إن كنت إنسان تحب الوحدة والهدوء والصمت تمشي في كده وبدي توصل لربنا. لكن الله لا يفرض عليك طريقا معينا، إنما عايزك تمشي صح حسب طبيعتك، تمشي صح حسب طبيعتك. لكن مش معنى كده إذا كان طبيعتك فيها حاجة غلط تمشي فيها، لا، تمشي صح حسب طبيعتك بعيد عن كل خطر. طب أنبا أرسنيوس ده كان متوحد، هتعيش في العالم كما يعيش المتوحدون؟ مش ممكن.